عافية، شكرا زميلي فهد وضيوفك الكرام. معنا علي الشمري، الحمد لله على السلامة. الصيعري، أهلا يا علي، يعطيك العافية. الله يحييكم وشكرا على استضافتنا. الحمد لله خلصنا اليوم المرحلة الثانية، والحمد لله أعتقد يعني أبلينا بلاء حسنا، بنشرنا في الطريق وشوي كذا جتنا صعوبات، بس الحمد لله يعني قدرنا نوصل السيارة، وأعتقد أنه حتى جبنا توقيت كويس في هذه المرحلة. الحمد لله. بالنسبة لعلي الصيعلي ملاح زميله مليف الشمري السلماني، عديت كل جميع النقاط؟ اي نعم، الخفية الحمد لله عدينا كل النقاط وقدرنا نجتاز جميع الصعوبات اللي واجهتنا، والحمد لله على كل حال. أهم شيء وصول سالمين، يعني هذا أهم شيء، والفوز هذا يستحقه إن شاء الله اللي يبذل مجهود أكثر في الرالي. وعرض الطريق والمسار طوله؟ والله المرحلة هذه جميلة جدا جدا صراحة، يعني نصها كان فيها نفود ونص الثاني جاي ردمية، جايتك يعني حدود يمكن 150 كيلو، هذه أول مرة في رالي حائل يسوونها، وممتعة صراحة، لأن هي هذه الآن المرحلة النص هذا يطلع لك السواقين الحقيقيين، تعرفهم من خلال هذا المرحلة. حطيتها الحين على السواقين، بعدت على الملاحة؟ لا خلاص، هو نص المرحلة صار دور السواق، ما عاد فيه ملاحة، لأن ردمية واضحة والطريق واضح. أحد الملاحين في لقاء قبل قليل يقول مرحلتنا احنا الملاحين بكرة إن شاء الله. إي نعم، هذا يقولون أن بكرة مرحلة جديدة اسمها الغزالة، وأعتقد بيكون تحدي للجميع صراحة فيها. وش الفرق يعني أن تكون هذه للسايق وبكرة للملاح؟ لا يعني قصدي أنه السايق اليوم لأنه ما تعب الملاح كثير في الطريق، الطريق واضح، الدروب واضحة على الردمية. وش اسمه وبكره مرحله جديده على الملاحين ما قد جوها، فهذا التحدي اللي يقولون عليه اللي بيكون بكره بيواجههم. اخيرا اقتنعت وطلعت معنا يا علي؟ رفضت تطلع قبل شوي. والله تبي الصدق، انا حسبت والله انها مزحه، قلت تنزل معي، قلت وش انزل شلون بروح سواك. شكرا لك يا علي، يعطيك العافيه. هلا منيف، خليك معنا يا علي. مرحبا، هلا الله فيك. الحمد لله على السلامه. الله يسلم عمرك. الله يعافيك منيف. حملك علي يقول هي على منيف، ما علي شيء انا. وش هي المرحله هذه حق الردميه؟ هذه مرحله سواقي. لا ما نستغني عن الملاح ابدا يعني. يا سلام. ابدا. انا متى المرحله هذه منيف؟ والله المرحله تعب جدا، يعني متعبه جدا جدا، لكن فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل الله الملاح المحترف علي الصيعري، وفضل الله ثم الموتر، وهذا يعود الى الله سبحانه وتعالى، ثم الملاحين نيسان ومجموعه الرمايه ومخابز وحلويات مرحبا، هم اللي ساعدونا حتى تملكنا الموتر هذا. والحمد لله زي ما تشوف السياره الحمد لله طيبه، حصل لنا بنشر واحد اخرنا تقريبا شيء بسيط، وصار معنا مشكله بسيطه، لكن الحمد لله مشيتنا لما وصلنا، والحمد لله على السلامه. اهم شيء الحمد لله على سلامتكم، يعطيكم العافية. أمين، الله يسلمك. شاكرين لكم. شكرا. كان حديث منيف السلماني وعلي الصيعري عن هذه المرحلة وصولهم لخط النهاية الفينش، تحدث عنه حصولهم على بنشر أخرهم قليلا وعوث الطريق، ووصفوها بالمرحلة الممتعة، وأيضا وصول أحد المتسابقين إلى خط النهاية رضا الشمري، يصل خط النهاية وزميله فهد الشمري هو الهدف الأول. أوكي، رضا الشمري يصل إلى خط النهاية وزميله فهد الشمري الحمد لله على سلامته، وهو هدفنا وهدف المتسابقين وهدف المنظمين هو وصولهم بالسلام. الحمد لله على سلامة الكابتن رضا وفهد الشمري، يعطيك العافيه. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. ودي انك تنزل معنا وتعطينا انطباعك عن الرالي رضا. يعطيكم العافيه، الله محليكم ما شاء الله. الحمد لله على السلامه يا فهد، يعطيك العافيه. كيف شفت المسار؟ كيف شفت المرحله الطويله؟ والله المسار زين الحمد لله. لو نطلع شوي على الشمس بس، احنا تعبناكم وانتم تعبانين. صار اليوم زين الحمد لله. حلو. اي ما هو مثل مرحله بقها، لو انه طويل لكن مرحلته حلوه. ايوه. مع اترك انه زميلك وسائق، كيف شفت السائق معك؟ والله الحمد لله متقاوم معي احسن. ايوه. يصير بشوي يعني. والله لا بد هنا، لكن اليوم الحمد لله مرحله جميله يعني. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. رضا يعطيك العافيه، رضا عن الشمس بس. يعطيك العافية رضا، الحمد لله على سلامتكم، هو المبتغى الأول والأخير وصولكم بالسلامة. أيوة الحمد لله. كيف شفت المسار مع أنه طويل
وعرض المسار، ولكن كل ما وصل احد قال ممتعه المرحله هذه. والله ممتعه بالنسبه للمسار والله ممتع. بس ان الردميه يعني شوي غبار، وذبحنا الغبار بس في المسار هذا، ولا جدا جدا ممتازه. ممتع والله. بالنسبة للنقاط خطيت النقاط جميعا؟ أبد كلها إن شاء الله الحمد لله، ما عندنا ولا بلنتي. آخر مرحلة نقطة الغزالة، كيف استعدادكم لها إن شاء الله؟ والله مستعدين مثل ما استعدينا لهذه، مستعدين إن شاء الله لبكرة. حصل لكم اسمح الله بنشر عطل شيء؟ لا بس تماتيك المروحة، تسخين ما تسخين، شوي وناقف ونبرد شوي وناقف ونبرد، بس الحمد لله زين يعني الموتر ما علينا. قابلتوا بعض زملائكم على المسار، هل في عطل لزملائكم؟ إي والله فيه، في راجح ومتعب سعود بنشر ومطير، مطير متعطل ضارب حصى، وان شاء الله سالمين. انا مريت عندهم وهديت وقالوا روح امورهم زين ان شاء الله، والله يساعد خويانا كلهم ان شاء الله ويجيبهم السلامه. انا اشاهد الايثار على المتسابقين اكثر من تفكيرهم بوصول المراكز. بعض المتسابقين يقول وقفت عندهم وساعدتهم، بعضهم يقول هديت مثلك رضا يقول هديت واشتروني قالم حق. لازم يا اخي، ممكن اخويك مثل تويجري امس، امس مرينا من عنده ما نحس من فيه شيء، نزل رجله وهذه خطا والله منه، المفروض والله ناقف عندهم نتاكد اذا ما اشر لك مثل كلام ابو نايف، لازم ناقف عند اخويانا هذول مثلنا يا اخي زملائنا منافس شريفه كل المتسابقين، والله يردهم سالمين لهلهم ان شاء الله. كيف فهد معك اليوم؟ وما عليه اليوم 10/10 حتى والله انت لا متعن شوي الملاحي والله متعن والله. الله يجزاك خير بعد. انت من المشاركين لسنوات طويله رالي حايل، اختلف عنكم شيء السنه هذه المسار خطورته وعورته طول المسار؟ لا والله نفسه، بس عاد ابي بس اني امثل الدعم حقيني اللي هم شركه نيسان والداعم احمد المفضلي اللي هو حق خدمات الكترونيه، والداعم حق دشداشتي الله يجزاهم خير ما قصروا، والشيخ عبد حبيبنا خالد المشعان صاحب المنتجع هذا، ويشرفني انكم تحضرونه. حققت ان شاء الله احد المراكز الاولى باذن الله. اي بعد الله نحتفل فيه ابد ان شاء الله باذن الله. تاج على راس الله، طول عمرك ان شاء الله وسلم. مع السلامه. هذا كلام رضا الشمري يتحدث عن وصوله بالسلامه هو المبتغى والهدف الاول، وتواجد جماهيري غفير الى نقطة النهاية، أخذوا مواقع جميلة لأخذ لقطات رائعة وجميلة للمتسابقين، أيضا وصول بعض المتسابقين إلى خط النهاية، وأيضا وصل أحد المتسابقين إلى خط النهاية. سنأخذ بإذن الله معكم أولا بأول انطباع المتسابقين وعن كل لحظة بلحظة ماذا حدث لهم في المسار. تواصلين معكم مشاهدينا الكرام، تواجد كثيف لرجال الأمن والإسعاف والهلال الأحمر، لازلنا متواصلين معكم في وصول المتسابقين. وصلت أحدى المركبات إلى خط النهاية، لازلنا معكم متواصلين. هو المبتغى الأول والأخير لكل من يتابع هذا الرالي، سلامة المتسابقين ووصولهم الحمد لله إلى نقطة النهاية، هذا هو الهدف الأول. نتعرف على من وصل إلى نقطة النهاية في المرحلة الثانية من رالي حائل 2018 في منطقة أم القلبان، وصول الكابتن سعود والملاح فارس والكابتن سعود التميمي، وصول فارس الشمري إلى خط النهاية، تشيكات لجنة التحكيم عن جميع وسائل السلامة، وأيضا التأكد من عدم عبث السائق أو الملاح في محركات السيارة. ولله الحمد جميع من وصل لم تسجل أي ملاحظة عليهم. كابتن فارس المشعان وصل إلى خط النهاية، التشيكات مستمرة من لجنة التحكيم، طمنونا ولله الحمد. زملاء كابتن مطير، زملاء مطير الشمري، إنه الحمد لله
لم يتعرض لأي أذى. وصول الكابتن فارس بالسلامة بطل رالي حايل 2017 والذي حقق المركز الأول فارس المشنى. الحمد لله على سلامتك يا فارس. الله يسلمك. شلونك يا فارس؟ الله يسلمك. كيف رأيت المسار وشلون رايك؟ نطلع شوي عن السيارة. صراحة المسار متعب. الله يسلمك. متعب صراحة كثير، وصار لنا مشاكل، وصار لنا يمكن أول ما وصلنا منطقة الغضات الحرارة عندنا ارتفعت اتش، وقفنا اضطرينا نبرد السيارة يمكن نص ساعة تقريبا انتظرنا لين بردت السيارة وعبيناها، طبعا ما فيها موية، عبيناها ومشينا كملنا المسار. ما قدرنا نضغط علشان الحرارة ما ترتفع معنا. لما وصلنا الكبري العليم اللي هو السريع ارتفعت الحرارة مرة ثانية من جديد، فوقفنا برضو يمكن أكثر من 20 دقيقة بردنا السيارة وخذنا ماء. ما قصروا الشباب، الجمهور جابوا لنا ماء وعبيناه لين مشت الامور. وما ضغطنا والله، ما قدرنا نضغط عشان خايف الحراره ترتفع ويروح علينا الماء، لان في عندنا ليك تهريب صارت عندنا مشكله. لكن الحمد لله والشكر، يعني الحمد لله. هذا المسار كابتن فارس، بما انك بطل الموسم الماضي، كيف رايت هذه المرحله تحديدا؟ لا بالعكس، طول المسار افضل، كل ما تطول المسافات يكون افضل، وافضل لنا احنا علشان مستقبلا يعني ممكن ندخل بطولات عالميه او نروح نشارك خارج المملكه. يعني طول المسار ممتاز، لكن انا في مشاكل اللي هو عندنا اجهزه الملاحه التتبع يعني فيها بعض المشاكل، فنتمنى ان شاء الله السنه القادمه تلفون الاتحاد السعودي لسياره الدراجات الناريه تلفون الاجهزه هذه ويعيدون لنا الاجهزه القديمه اللي هو الاجهزه الفرنسيه. طبعا هم معهم عذر الاتحاد السعودي، لانه ولا ما هم مقصرين لا الاتحاد السعودي ولا هيئه تطوير حائل، انهم يبون الاجهزه القديمه. لكن تصادف رالي حائل مع رالي دكار والاجهزه كلها راح لدكار، وتعرف بطوله عالميه ومشاركين اكثر من 700 مشارك، فالاجهزه ما تغطي. نعم هذا الحمد لله. المهم نتمنى السلامه للجميع، نتمنى السلامه لكل المتسابقين، والحمد لله. يعني بعض صارت في مشاكل، بعض الشباب يشوفهم فيها معطل، لكن الحمد لله سلامات، كلها سلامات. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شكرا لكم. شكرا الصفيف ملاح الكابتن فارس مشنا الكابتن سعود التميمي. كابتن سعود الحمد لله على السلامه، يعطيك العافيه. لا تعبت يا كابتن سعود. كيف شاهدت المسار كابتن سعود؟ والله الحمد لله المسار يعني اليوم والله جدا صعب وطويل وطويل، لكن عاد الحمد لله يعني تفضل الله سبحانه وتعالى يعني تمكننا ان ننهي المسار اليوم. ولا والله طويل، واخوانا كل اكثرهم اللي نشوفهم متعطلين واللي يعني وعر الارض والله. استياء من كابتن فارس بالجهاز الملاحه فيه نوع من الصعوبه. نعم، جهاز الملاحه صراحه صغير، الشاشه حقته ما تشوفها يعني صراحه بالحيل، يعني صغير، يعني 1 سم في 1 سم او 2 سم يعني جهاز الملاحه، وسيء وجديد يعني مو نفس الاجهزه اللي تعودنا عليها العام الماضي. لكن عاد السنه هذه يعني حطوا لنا الجهاز هذا، والحمد لله والشكر نحاول يعني نتاقلم معه. ايوه المسار كيف النقاط الخفيه لك معك؟ والله النقاط يعني المسار جيد جدا، يعني ممتاز جدا المسار يعني. لكن اللي يقول لك بس الجهاز انه اخفى علينا بعض النقاط اللي هي يعني ما قدرنا نشوف نفس الارقام اللي بالشاشه بس، ولا ما صار معنا شوي عطل يعني حراره السياره، يعني صار فيها حراره شوي. استمتعت بالمسار؟ اي والله الحمد لله، والله جدا 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 الحمد لله. الله يعطيكم العافيه. الله الله يسلمك. الله يسلمك. الله يعافيك. ايضا وصل كابتن احمد الشقاوي الى خط النهايه. الحمد لله على السلامه يا كابتن احمد. يعطيك العافيه. الله يعافيك. هلا يا كابتن احمد، لا تعبتوا. لا كيف شفت المسار، طول المسار وعورته صعوبته؟ والله مسار صعب طبعا، ما هو سهل. تعرف اليوم مرحلتنا 500 وتقريبا اكثر من 550، المرحله الفعليه 350، منها تقريبا 100 و150 طريقه يعني ردميه، في خطوره، فيها ناس طالعين كثير، ناس اللي صادمين كثير. فالحمد لله خلصنا على اكمل وجه. بعد نروح للسيف نشوف النهايه، ما ادري انا تقدمت في المركز الاول او تاخرت. اي والله ان شاء الله. احمد الشقاوي من ابطال الراليات
بكرة آخر مرحلة لرالي حلقة 18، استراتيجيتكم أو خطتكم اللي راح تنفذونها بإذن الله غدا منطقة الغزالة؟ طبعا ما في استراتيجية بالنسبة لبكرة آخر يوم، يعني ماكسيموم على مقال أعلى باور عندنا بنعطي يعني، ونشوف إن شاء الله. مع طبعا لازم نحافظ على السيارة ونحافظ، ولكن ما رايح إن يعني استراتيجية دائما آخر يوم ومنافسة ما فيها على مقال كل البوار. سلمتم من العطارة اليوم من أي شيء؟ الحمد لله، يعني بنشرنا بالردمية وطنينا نرجع للنقطة، يعني الحمد لله ما في تأخير، بس الهواء زايد عندنا اليوم ومشينا السيارة الحمد لله. سلامتكم، يعطيكم الله السلامة. تسلم كابتن أحمد الشقاوي، وصول المتسابقين هو فرحة لنا عندما يصل المتسابق بالسلامة، وصول أيضا كابتن ياسر بن سعيدان إلى خط النهاية، متواصلين معكم ريثما يجهز الكابتن ياسر، سنكون معكم على الهواء مباشرة، نتجه إلى زميلنا فهد دريهم في الاستوديو مع الكباتن الكابتن فرحان، أتمنى أنه يجرب هذا المسار يا فهد. مشعل